في مباراة بكرة والحسابات، عندي نقطتين. تصريحات لكابتن حلمي طولان بعد مباراة النهاردة، تصريحات قوية جدا الحقيقة. بص يا سيدي انت، وهو قال لك ايه؟ هدف الزمالك من تسلل واضح، هدف بفعل فاعل، النتيجة العادلة للمباراة هي التعادل السلبي. ده كلام كابتن حلمي طولان، كلام كابتن حلمي طولان. هل يعقل ان يدير حكم تونسي المباراة على الرغم من تواجد لاعبين من تونس في صفوف الزمالك؟ انا شايف ان دي عادية، مفيش مشكلة يعني، المهم قدراته يعني. بيقول كمان ان كان الحكم ما حماش لاعيبة الاتحاد من خشونة لاعبي الزمالك، ده اللي قاله كابتن حلمي طولان. اوكي، انا ماليش علاقه بالنتيجه وماليش علاقه بحاجه، مبروك للزمالك، قلت لكم الزمالك زي الاتحاد بالنسبه لي، لان هما في الاول والاخر فرقتين من مصر، يعني يسعد الاتحاد هيسعد الزمالك، مش فارقه كتير. وانا لسه بقول لكم من شويه يعني، نفسي يعني حد من جمهور الزمالك يبقى موجود في مدرجات النادي الاهلي، حد او اسف يوم 2 نوفمبر اللي جاي بعلمه بالتيشيرت بتاعه بيافطه، موجود زي زمان زي ما كنا بنشوف في الستينات والسبعينات والثمانينات، مدرجات كلها لون احمر وفيهم 2 3 4 5 من جماهير نادي الزمالك، والعكس صحيح، او من جماهير نادي الاسماعيلي، او من جماهير النادي المصري، او من جماهير نادي الاتحاد السكندري، والعكس صحيح. لما يكون في نهائي لبطوله عربيه او بطولة إفريقية والأهلي مش طرف فيها وموجود فيها أي من الأندية اللي ذكرتها، الزمالك أو الإسماعيلي أو المصري أو الاتحاد السكندري، لازم يبقى فيه ناس من النادي الأهلي، سواء كان جماهير، أهو الصورة اللي قدامكم دي موجودة بتيشيرت بتاعه الأحمر وسط كل التيشيرتات البيضاء أو كل التيشيرتات الصفراء أو كل التيشيرتات الخضراء أو كل التيشيرتات الخضراء التانية للنادي المصري البورسعيدي، زي ما كنا بنشوف في الستينات والسبعينات والثمانينات. وما تنسوش إن أول بطولة إفريقية جمعت ما بين الاسماعيلي هنا في مصر واللي خدها الاسماعيلي، واول فريق مصري ياخد بطوله افريقيا سنه 69، اقيم اللقاء في استاد القاهره. يعني كل الجماهير اللي كانت موجوده في استاد القاهره، ما تقنعنيش ان كلها من مدينه الاسماعيليه، كان فيها اكيد جماهير من مصر، جماهير من القاهره اقصد، يعني كلهم مصريين، لكن جماهير من القاهره سواء كان اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي جاي من مدينه الاسماعيليه، كل الناس فرحت بحصول نادي الاسماعيلي على البطوله. اوكي، لكن هروح تاني لتصريحات كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان تصريحاته كانت قويه جدا، وانصب بغضب شديد جدا على حكم اللقاء اللي هو يوسف السرايري. ويوسف السرايري ده واحد من الحكام اللي موجودين في تونس، والمفروض ان هو مسلم في شكل كويس جدا في تونس يعني. اوكي، طيب في حاجه في منتهى الاهميه عشان نبقى على ميه بيضة وعلى يعني على سيراميك ابيض. بص، انت هتتكلم في اللوائح والقوانين والنظام، محدش يجتهد خالص. بصوا اللي حصل، انا قلت لكم هنا من مقعدي هذا قلت لكم سيسي وداوود يلعبوا مفيش مشكله، الاتحاد العربي نموذج في الرد على طول، من حقكم تلعبوا، مفيش كلام من ده يحصل، ما في يعني عقد مش عقد، مكتوب في عقد مكتوب مش في عقد، الكلام ده غير ملزم للاتحاد الدولي، وانا كاتحاد يعني عربي او اسيوي ولا ولا ولا، يعني هي بطوله مش مدرجه في الاتحاد الدولي، لكن الناس المسؤولين في الاتحاد العربي عارفين القوانين كويس جدا جدا. قال للاتحاد بجواب رسمي، او الاتحاد يعني بعت له بيستفسر منه مشاركه سيسي او داوده، والزمالك كسب بمشاركه سيسي وصحيح جول اوف سايد، لكن مش مشكله يعني، الزمالك قادر يكسب، هو كسب الاتحاد السكندري في الدوري 5 يعني. لكن انا بكلمكم على الصح، على القانون. القانون بيقول ايه؟ بيقول لا يلعبوا، وفي الدوري المصري يلعبوا، ومصر المقاصه تلعب في لعبتها، والاسماعيلي يلعب لعبته، والمصري يلعب لعبته، وانبي يلعب لعبته، والاتحاد المصري قلت لكم اقطع دراعي من هنا ما يقدرش ياخد اي قرار. بس هل اللي قاله كابتن حلمي طولان حقيقي ولا مش حقيقي؟ ولو احنا عايزين نبقى على ميه بيضاء زي ما ذكرت، لازم يتم تحقيق وفتح تحقيق في اللي قاله كابتن حلمي طولان. قال ان سيسي وداوده تعرضوا للتهديد، والخبر بيتقال كده عادي، مفيش مشكله يعني اه خبر بيتقال ومفيش مشكله. طيب تم تهديدهم من مين؟ وليه الطلب؟ ليه الطلب من داوده وسيسي ان هم يقفلوا تليفوناتهم قبل المباراة ب 48 ساعة؟ مين اللي هدد مين؟ مين يهدد سيسي أو رزاق سيسي ولا داوودة؟ احنا
بنلعب كوره، يعني في منظومه كوره رياضه تختلف، تتفق، تمضي عقود، تعمل مفاوضات، تعمل حاجه، لكن في النهايه ما توصلش للتهديد. انت عندك ورقه قانونيه استخدمها، ما عندكش ورقه قانونيه خلاص الموضوع منتهي. فالموضوع منتهي، فاحنا عايزين نتكلم بالقانون. مشاركه سيسي او داوده حتى محليا محدش ابدا ابدا يقدر يقول له غلط. وانا زي ما قلت لكم، زي ما الاتحاد العربي حسم الموضوع وانتهى، الاتحاد المصري مطالب ان هو يفتح لي تحقيق في الموضوع ده. هل اللعيبه دي فعلا اتعرضت للتهديد؟ السؤال الثاني والاهم، لازم حد من الاتحاد المصري يطلع يقول مشاركه اللعيبه دي قانوني ولا مش قانوني. وسيبكم من كلام اللي هو بيتقال كده، فض مجالس، اصل ما فيش مشكله، والاتحاد والزمالك اخوات، والاتحاد والاهلي يعني قرايب، كل ده حلو جدا، جميل جدا، وعلى راسنا من فوق. وزي ما قلت لكم، الاتحاد او الزمالك يكسب ما عنديش مشكله في الاول والاخر، هما فرقتين من مصر يعني. لكن انا بتكلم على الصيغه القانونيه، لازم حد من الاتحاد المصري زي ما الاتحاد العربي حسمها يطلع يقول هل المشاركه دي قانونيه ولا غير قانونيه. ومحدش يقول لي على حسب الاتفاق، مفيش حاجه اسمها على حسب الاتفاق، انا بتكلم على القانون. انت مش عايز تلعبه براحتك، انبي مش عايز يلعب لعيبته براحته، المصري مش عايز يلعب لعيبته براحته، الاسماعيلي مش عايز يلعب لعيبته براحته، الاتحاد مش عايز يلعب لعيبته براحته. لكن هل لو الاتحاد السكندري لعب لعيبته يتجازى ولا لا؟ انا بقول لكم لا، انا بقول لكم لا، مش ممكن. ولا الاتحاد المصري يجرؤ يقول ان الكلام ده غير صحيح، ما يجرؤش ابدا. وانبي لاعب لعيبتك وما تخافش، الاسماعيلي لاعب لعيبتك وما تخافش، المصري لاعب لعيبتك وما تخافش، مصر المقاصه لاعب لعيبتك وما تخافش. طيب